متتبعي ومحبي قناة البهجة للعقار، السلام عليكم، سعيد باللقاء ديالكم في هذه الشقة الجديدة وهذا العدد الجديد. تحية طيبة لكل الزبناء اللي التحقوا بنا مؤخرا في هذه القناة المتخصصة في تقديم العروض العقارية. كنشكروا جميع الزبناء كذلك اللي وضعوا الثقة فينا وشراوا من عندنا ديزابارتمون في الآونة الأخيرة، وكذلك اتصلوا بنا للاستفسار على معلومات بخصوص هاد الشقق اللي كنعرضوا في هاد القناة. الشقة موضوع اليوم كما كتشوفوا معنا هي شقة متميزة أو مجموعة ديال الشقق اللي متواجدة في القلب ديال حي أليونس مدي. متواجدة هاد الشقق هادي في واحد البناية اللي متكونة من ثلاث طوابق، كل طابق فيه شقة واحدة فقط. بالنسبة للطابق الأرضي راه فيه أن دوبليكس. هاد الشقة اللي كتشوفوا معنا راه متواجدة في واحد المنطقة استراتيجية في هاد الحي ديال أليونس مهدية، قريبة من كل ما يخص الحياة اليومية. المساحة هي كما كتشوفوا معنا هي 90 متر كاري، راه مقسمة على شكل ثلاث غرف. بالنسبة للناس كيقلبوا على ثلاث غرف في هاد المنطقة ديال أليونس، ثلاث غرف مع صالون سيجور حمامين ومطبخ بطبيعة الحال. متميزة هاد الشقق هادي بالإطلالة ديالها، فهي متواجدة في واحد البناية اللي شوكة، يعني كتستفد من واجهتين فيما يخص الشمس وفيما يخص التهوية. هاد الشقق راه معروضة للبيع بواحد الثمن اللي هو جد مناسب. الثمن ديالها راه ما كيتعداش 62 مليون وقابلة للتفاوض بطبيعة الحال مباشرة مع صاحب هاد العقار. كاين كذلك عندنا شقق اللي متواجدة في عمارات اللي فيها أسانسور مختلف المساحات، ابتداء من 65 وصولا الى 140 الى 150 وحتى 180 متر كاري. وماشي غير في هذا الحي ديال أليونس مدية، كاينه في مجموعه ديال الاحياء سواء في وسط المدينه وكذلك في هذه الاحياء المجاوره. اذا كنتم مهتمين ما عليكم الا تواصلوا معنا على الارقام المبينه على الشاشه، حنا راه الاشاره ديالكم طيله ايام الاسبوع سواء الاستفسار وكذلك الزياره الميدانيه باش تكتشفوا معنا هذه المعروضات. شكرا للتتبع ديالكم، شكرا للتعليقات ديالكم الإيجابية، وإلى الفيديو الشقة القادمة بحول الله. شكرا والسلام عليكم.